بشكل متصاعد يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، اعتداءات تتم عادة تحت غطاء سياسي وفي ظل دعم معلن لأعضاء من الكنيسة ووزراء الحكومة الإسرائيلية، أبرزهم إتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ووزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيل سموتريتش. اعتداءات المستوطنين كثيرا ما تنتهي بمحاكمات صورية وإفلات من العقاب، الأمر الذي قد تنتهي إليه محاكمة المتورطين في هجوم برقة الذي أدى إلى استشهاد فلسطيني كان يدافع عن أرضه في ظل مجريات محاكمتهم. 25 اعتداء تعرض له الفلسطينيون على أيدي مستوطنين خلال العام الماضي بحسب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. 11 عملية اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري نفذها المستوطنون بزعم الرد على عمليات مقاومة للفلسطينيين مقابل 18 خلال العام الماضي. وأضافت المؤسسة أنها سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 680 احتكاكا بين المستوطنين والفلسطينيين، وضمن ذلك إلقاء الحجارة والاعتداءات الجسدية مقابل 950 العام الماضي. اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تشمل الإحراق والتخريب للمساجد في الضفة الغربية وإحراق وإلحاق الأضرار بالبيوت بحسب المصدر ذاته. لنقاش هذا الموضوع تنضم إلينا من حيفا سوسن زهرة، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيدة سوسن. يعني هذه الأرقام في ظل الحكومة الحالية، هل يمكن أن يكون هناك علاقة مباشرة بين من في السلطة وهذه الممارسات؟ مساء الخير. أولا طبعا ما فيش ولا أي شك أنه في علاقة مباشرة بين الارتفاع عدد هجمات المستوطنين بالذات المتطرفين اللي بيناتهم ضد الفلسطينيين، لما هاي الهجمات هي كيف ما وضح التقرير اللي بثيتوه ويشمل عدة أنواع من الهجمات، إن كان على البيوت أو على الممتلكات أو حرق سيارات أو كمان زي ما عم نشوف قاعدين بالفترة الأخيرة تهجمات شخصية وجسدية على الأشخاص نفسهم. ولكن مهم هنا أنه ننوه أنه هذا مش عم نحكي قاعدين على ظاهرة جديدة، كل الوقت بالسنين الأخيرة كان في الظاهرة هاي موجودة، وبالأساس ظاهرة اللي كانت عمليا يخضوا دعم كامل من الجيش الإسرائيلي اللي كان متواجد بالأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم الفرق إنه هدول المستوطنين مش بس عم بيقدروا إنهم يدخلوا على الكرة الفلسطينية ويتهجموا على ممتلكات الفلسطينية وعلى أجسادهم بدعم من الجيش نفسه، وإنما بدعم وتصريحات واضحة حتى تشجيع واضح من قبل السياسيين، أعضاء الحكومة، وزراء، أعضاء كنيسة، مش بس إيتمار بن غفير وبتسلال سموتريتش، وإنما عم نحكي قاعدين على كل الأحزاب اللي هي تابعة لهدول التنين، وعم نحكي قاعدين على أعداد هائلة من الناس اللي أغلبيتهم ساكنين بالمستوطنات واللي أغلبيتهم عندهم دافع واحد إنه يوسعوا مشروع الاستيطان الغير شرعي الإسرائيلي الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهم يتهجموا على الفلسطينيين بهدف إنهم يؤدوا لتهجيرهم من كراهن وأراضيهم من أجل الاستيلاء عليهم. هلأ لما إحنا تقدرين أن هذا الأمر هو وكأنه تعاون ما بين من في السلطة وبين هؤلاء المستوطنين، والغاية واحدة هي تهجير الفلسطينيين؟ طبعا، وبالذات لما احنا بنطلع قاعدين على الاعداد تبعت تقديم شكاوي للنيابه العسكريه، يعني الجيش الاسرائيلي في عنده نيابه اللي ممكن انه يتقدم له شكاوي من قبل الفلسطينيين ضد هدول المستوطنين، ولكن على حسب الاعداد الهائله والشكاوي الهائله اللي بتتقدم ضد هدول المستوطنين بنشوف انه 82% بالمعدل كل سنه من التحقيقات اللي بتنفتح
فتح تغلق، وهذا عدد جدا هائل اللي هو بس بدل على انه الجيش مع النيابه مع الجهاز القضائي مع الوزارات كلياتهم عم نحكي قاعدين على جهاز شامل واحد اللي هو بيستهدف الفلسطينيين. وحتى لما بدنا نيجي نفحص عدد لوائح الاتهام اللي تقدم من قبل النيابه العامه في دوله اسرائيل ضد المستوطنين، بنشوف انه بأقل من 1% حسب معطيات مؤسسة يشدين اللي عندها رصد تقريبا يومي لعنف المستوطنين. فلذلك هاي الأعداد، ومن ناحية تانية تقاعس ممنهج ومقصود من قبل الدولة المحتلة القوة المحتلة لأنه يعالجوا هذا الموضوع ويجيبوا الأشخاص الجانيين للمحاكم، هذا بس بدل أنه مش عم نحكي قاعدين على عنف أفراد ولا عنف مستوطنين، إنما عنف اللي هو تابع هو نعم. عنف دولي، لأنه بنهاية المطاف القوة المحتلة اللي هي دولة إسرائيل هي اللي محتلة الأراضي، هي اللي عندها المسؤولية على هدول المستوطنين، وهي كمان يعني عم بتشجع وعم بتحرض على الأهداف. الخصم هو الحكم، وبالتالي نتيجة 82% من القضايا التي يتم النظر فيها أصلا هذا مفهوم. ما هو الحل بالنسبة للفلسطينيين في تقديرك؟ لا طبعا، يعني اولا لازم كيف ما انا وضحت انه هاي الامور نتطلع عليها كعنف دولي كعنف قوي محتله مش بس عنف مستوطنين، نعم وانه هاي الامور كلياتها توصل كجزء من جرائم حرب اللي هي بتنفذها اسرائيل بالاراضي المحتله لمحكمه الجنايات الدوليه في لهاي، وكمان لمحكمه العدل الدوليه اللي اتنيناتهم بهاي الفتره المفروض انه يفحصوا مش بس مدى قانونيه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة حسب إيش هو المفروض إنه يكون بمحكمة العدل الدولية، وإنما المفروض إنه يتم فتح تحقيق جنائي كمان بتنفيذ جرائم حرب، وعنف المستوطنين هو جزء من جرائم نعم، الحرب. ولكن من يستطيع أن ينفذ على إسرائيل التي لم تصادق على معاهدة روما والتي ترفض الاستجابة لكل مطالب محكمة الجنايات الدولية، والنتيجة في النهاية ضحايا وشهداء فلسطينيون وقضايا لا يتم النظر فيها في القضاء الإسرائيلي؟ أي آسفة، من ناحية تانية يعني هذا الموضوع صار مكرر فيه من قبل المحكمة الجنايات الدولية اللي أقرت بشهر شباط 2021 إنه عندها صلاحية إنها تفتح لكن دون بتحقيق قدرة على جنائي. التنفيذ عمليا. بنهاية المطاف طلع إحنا عم نحكي قاعدين على موضوع اللي كمان مجرد الإعلان عن فتح تحقيق هذا بحد ذاته بلزم، هذا بحد ذاته له أهمية سياسية كمان بالمجتمع الدولي، وكمان لازم هذا ممكن يؤدي إلى أنه المجتمع الدولي لما ينفتح تحقيق وينشاف أصلا مين هن المسؤولين على تنفيذ جرائم حرب، ساعتها كمان راح تكون في مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بالضغط على دولة إسرائيل إنها تنفذ قرارات المحكمة، وفي حال عدم تم تنفيذ قرار محكمة الجنايات في حال طبعا تم فتح تحقيق والتوصل إلى قرارات ملزمة هذا راح يكون له تبعيات جدا خطيرة وشديدة على دولة إسرائيل. دولة إسرائيل كقوة محتلة ما بتقدر إنها تستكفي بإنها تدعي إنه هي مش ماضية على معاهدة روما وإنه هي مش جزء من هذا الموضوع وإنه معاهدة روما ما بتلزمها. في هون مجرد فتح التحقيق والضغط الدولي اللي ممكن ينتج عن هذا الموضوع ممكن يكون في له نعم، نتائج بنهاية المطاف. كل شكر لك سوسن زهر، محامية وناشطة في مجال حقوق الإنسان. كنت